صباح الخير مشاهدينا من حلقة جديدة من لابوتيك عبر الـ LB2. إن شاء الله تكون بداية هالأسبوع بداية حلوة، وأكيد نتمنى لكم الدفى والأمان خاصة على الطرقات بعجقة السير. إذا كنتوا بعد ما رحتوا على أشغالكم من ننصحكم تضلكم معنا شوي، لأنه رح تعلقوا بالعجقة، هيك بتقدروا تستفيدوا من حلقة جديدة من حلقات لابوتيك وتستفيدوا من عروضات جديدة بنحكيكم عنها خلال حلقتنا. اليوم حلقتنا رح نبلشها مع انزو، هالشركة اللبنانية المحلية يلي انطلقت بقوة نحو العالمية، واكيد رح نحكي عن العناية بالشعر. شعار انزو هو عالج شعرك مع انزو، ورح نبلش نحن وياكم مع الجام تبع الافتر كولاجين يلي بتهتم عادة بالشعر يلي بيكون عم يخضع لعلاجات معينة، مثل الأشخاص اللي عاملين كيراتين أو كريستال أو كولاجين لشعرهم بيقدروا يتأكدوا أنه الفيتامينات يلي استخدموها للشعر بتضلها موجودة فيه إذا استعملوا هيدا الجام، وهي مؤلفة من الماسك ومن السيروم ومن سبلاش ومن شامبوان. أكيد السيروم بنحطه على أطراف الشعر من دون ما نغسل، كمان السبلاش نقدر نحطه من بعد الحمام على الشعر من دون ما نغسل، وأكيد شامبوان نستخدمه لما منتحمم، والماسك فينا ننقع الشعر فيه حتى يستفيد من الخصائص الغذائية يلي هو بحاجة لها، وبساعدكم كمان أو بتساعدكم هيدا الجام أنه كمان تحافظوا على صبغتكم لمدة أطول. أكيد بتشوفوا كل شيء عم نحكي عنه سعره بيبين قدامكم على الشاشة بالوقت يلي عم نحكيكم عنه. رح انتقل هلأ حتى أحكي عن الجام تبع الأرجن أويل يلي أكيد الأرجن أويل فيها موجود بقوة حتى يحافظ على لمعان الشعر وعلى قوته ويمنعه كمان من التقصف. وهالجام مؤلفة من الشامبوان والكونديشنر وسبراي الزيت يلي بينحط من بعد ما تعملوا براشينج، بتحطوه تتعطوا اللمعة، يعني ما بتعوزوا انكم تحمموه، وأكيد من السيروم. هالجام هيدي جديدة، العلب تبعولها جديدة وصارت أكبر، حجمها أكبر حتى تضينكم لمدة أطول، وهيدا بطلب منكم. ودايما نحنا من خلال أنزو منحب نطور الأمور يلي بتهتم بش شعركم. هالجام إذا بتستخدموها بتتأكدوا أنه شعركم بيرجع بيحافظ على حيويته ولا معانه، وبتلاحظوا أنه عم بتطلوا بأبهى طلة لشعركم. خلينا نحن وياكم كمان بمجال الشعر نحكي عن الأشخاص يلي ممكن يكونوا بيعانوا من تساقط الشعر مع تغير المواسم، وخاصة بهالبردات. في عنا هالشامبوان يلي بنستخدمه لما نحمم شعرنا حتى نقدر نتأكد أنه عم نمنع كل شيء ممكن يسبب بتساقطه، وكمان في عنا هالأمبولات، هن 10 أمبولات، بتستخدموا الأمبول الوحدة مرتين لأنه منعرف أنه هالأمبول منحطها بس على فروة الرأس من بعد الحمام وما منرجع منحمم الشعر، ففيكم تعتبروا أن فيكم تستخدموا هالأمبولات لمدة 20 مرة، وأكيد تشعروا شوية انتعاش، بتدلكوا فروة الرأس مظبوط من بعد ما تكونوا حطيتوا هالأمبول وبتتركوها على شعركم وبتعملوا براشينج عادي، وبتلاحظوا مع الوقت أنه خف الهر تبع الشعر. أما بالنسبة للإلكترونيكس من أنزو، مثل ما شايفين قدامكم في عنا تشكيلة، في عنا السيشوار التوربو اللي حجمه كتير صغير ولكن قوته كتير كبيرة، بشكل إذا مستعجلين ما تكون تظهروا بتقدروا تنشفوا شعركم بثواني قليلة، وكمان السيشوار هيدا مفيد لكل الكوافرية. وفي عنا السيشوار العادي اللي هو كلاسيك لكل العالم بتستعمله، وكمان بيساعدكم أنكم تنشفوا شعركم بطريقة فعالة. ومثل ما شايفين في عنا كمان السيراميك والتيتانيوم للشعر يلي بيعملوه ليس أو كيرلي، انتو بتختاروا شيء اللي بدكن ياه. كل شيء من أنزو تقنية عالية مصنوع فيها حتى مش بس يسوي لكم شعركم، إنما يحافظ على نوعية الشعر وعلى البريء يلي موجود بشعركم. هيك بنقدر نضمن لكم أصدقائي يلي عم بتشوفونا من خلال التلفزيون، أكيد نضمن لكم إنكم مش بس تعملوا شعركم بأبهى طلة وحلة، ولكن كمان إنكم تحافظوا على نوعية هالشعر، حتى لما تطلوا على الأشخاص يسألوكم من وين جايبين هاللمعة، دايما تقولوا لهم لابوتيك وأنزو. أكيد الأسعار قدامكم عم تمرق على الشاشة، وكل شيء بتطلبوه من عنا بيوصل لعندكم خلال يومين بس. منقول صباح الخير لسيندي، إن شاء الله تكون دفيانة بهالبردات، ومننتقل لعندها تنشوف عن شو رح تحكينا. صباح الخير رولا، وصباح الخير لكم انتم كمان مشاهدينا. اكيد بهالطقس البارد مثل ما قلت لكم رولا، تدفوا منيح وانتبهوا من العشقه. رح نبلش الحلقه انا مع اليوم مع هالبراشز، هالميك اب براشز اللي هن كثير بروفيشنال. اول شيء تحكي لكم عن نوعيتهم، معمولين بشعر حصان، وهذا الشيء كثير مفيد لانه ما بتعملوا الرجي، ما بهروا بسرعه وما بينتزعوا بسرعه على الاستعمال.
ولكن بكونوا مقصوصين ومعمولين بطريقة جدا تقنية. هالباكجز عدة باكجز في من البراشز وكتير مهمين لكل شخص يكون عنده اياهم، لانه الميك اب ما بينحط كيف ما كان لو قد ما يكون عندكم منه براندز او لو قد ما يكون منيح وقوي، لازم تكونوا كمان عم تستعملوا البراشز المزبوطين تتعرفوا تقسموا وجهكم بطريقة مزبوطة وتنحط الميك اب بطريقة مزبوطة. عنا هالعلبة اللي شايفينها اللي هي فيها 9 براشز، اكيد من تبع البلاش، من تبع الفاونديشن، من تبع الأومبر، وكل وحده استعمالها لشيء معين. هالعلبة حقها $65، وطبعا في منها كذا لون، الاسود والسيلفر، الجولد والاسود، في منها كمان ابيض وسيلفر وبينك جولد وابيض، عدة الوان انتم بتنقوا اللون اللي بدكم اياها، وكمان كثير حلوه انكم تهدوها كجفت. مش بس في هيدي الباكج ولكن فيها تروس كمان الجلد، هلا ببلشوا تشوفوها على الكاميرا، هتروس الجلد اللي بتساعد تقريبا 24 براش من تمشيط تبع الحواجب، من تبع الماسكارا، البلاش كمان تبع الفاونديشن، بتحطوا الباودر على وشكم كمان فيكم تقيموها، يعني في من كل المجموعه بتنحط بهيدي تروس الجلد، وساعتها فيكم تاخذوها معكم على السفر، تحطوها بجزديتكم وين ما كنت تخلوها بالسياره على ايدكم. اما في باكج كمان بيجي اصغر من 12 فرشاه اللي هي بتجي او بعلبه جلد مثل هيدي العلبه المهضومه بتحطوها هيك على التواليت تبعكم، او حتى بالعلب الحديد اللي هن كمان في منهم كذا لون، من اصفر، من اسود، من زهر، انتم بتنقوا اللون ازرق اللي بدكم اياه واللي عبدكم اياه. كمان هول بيجوا 12 فرشايه كمان للماسكارا، للحواجب، تتعلموا حواجبكم كمان، تتحطوا الأومبر، للبلاش، للفاونديشن، يعني من أقل الديتايات للحمرة كمان بتكونوا أنتوا جامعينهم بفرد علبة تهدوها كادو أو حتى أنتوا تحطوها بقلب جزدانكم. ما بدنا ننسى كمان أنه في هالسبونج الرابر، وهن كتير حلوين، بيجوا كل ثلاثة سوا. هالسبونج أني كتير مهمين تتنطفوا فيهم فراشيكم، بتبلون شوية ماء أو بتحفوا من الفرشاية عليها وبتنضف بطريقة جدا سريعة وحلوة. وما بدي أنسى كمان تحكيكم عن هالشنطة الجلد اللي $45 فقط. أول شي فيكم تستفيدوا منها من لونها الحلو، من الجلد تبعها، لمعتها الحلوة، وكمان فيكم تاخدوها معكم كهاند باج للسفر، لأنه أبدا ما فيها وزن، فيكم تحطوا فيها قد ما بتكون غراض وما بتعتلوا هم وزنها، ولكن أنتوا بتقدروا تاخدوها وتعبوا غراض قد ما بتكون، لأنه بتجي أصلا خفيفة وحلوة. رح أنتقل هلأ من الميك اب براش ومن عالم التجميل هون لعند رولا. يعني هو عالم تجميل من نوع آخر، عالم العسل، عالم السكر الطبيعي إذا بدكم، عالم الصحة إذا فينا نقول. هيدي الجامية اللي وصلت جديد على لابوتيك، واللي عندها خصائص غذائية رائعة بتفيد كل الأشخاص اللي ممكن يستخدموها حتى لو كان عندهم سكري، لأنه العسل اللي جايبينه بلابوتيك هو عسل طبيعي 100%، ما فيه إضافات السكر. وفي عنا 3 أنواع من العسل. أول شيء رح بلش لكم بعسل شجرة الزيزفون. يعني كلنا بنعرف طعمة الزيزفون لما بنغليه وبنشربه قديش هو صحي، كيف بالأحرى إذا كان هالعسل يلي فينا نحن نستخدمه حتى نحلي الأشياء يلي بدنا إياها تكون شوي حلوة، إذا حتى فينا نحطه بالشاي، بالقرفة، بيساعدنا أنه نتخلص من الحرارة يلي ممكن نصاب فيها لما يكون عندنا رشح أما سعلة، وكمان بيساعدنا أنه نكون عم نحصن أداء الجهاز الهضمي بشكل أنه يشتغل بشكل أفضل، وبهدي الأعصاب، يعني ما بيسبب القلق، بتقدروا تاخدوه كأنكم عم تاخدوا عشبة من الأعشاب يلي بتخليكم تكونوا مرتاحين، وهيك بتضمنوا أنه رح تناموا بطريقة صحية وطريقة أفضل. هيدا بالنسبة لعسل شجرة الزيزفون. كمان في عنا عسل من نوع تاني هو عسل الأكاسيا يلي بيعالج الحروق من الدرجة الأولى. تخيلوا فعالية هالعسل، يعني بتقدروا تحطوه على الحرق وتضمنوا أنه شوي شوي بتروح آثار هالحرق من دون ما يسبب أي وجع، وكمان بيشيل كل التشققات من الجلد، وبيشيل البقع الداكنة يلي ممكن تصيب الجلد خاصة عند الأشخاص المتقدمين بالسن. يعني كمان فيكم تتأكدوا أنه بيوحد لون البشرة وبيعطيها إذا بدكم الرطوبة يلي هي بحاجة لها، وكمان بيلين عملية الأمعاء حتى
تتم عملية الهضم بشكل أفضل، خاصة إذا كنتم تقلين بالأكل. إذا حطيتوا منه ملعقة بالشاي مثلا وأخذتوا من بعد الأكل بتلاحظوا قديش فعاليته كبيرة، بخفف آلام الميعاد عند السيدات، وأكيد بيساعدكم إنكم تقووا مناعتكم وبشيل أي عوارض من العوارض يلي ممكن تصيب الكولون أو المصران. إذا عندكم المصران الغليظ أو عندكم أي مشكلة بالمصران، هيدا النوع من العسل بيزيل هالمشكلة وبيخفف الألم. إذن هيدا بالنسبة لعسل الأكاسيا. خلينا ننتقل نحكي نحن وياكم عن عسل الزهور. هالعسل يلي كمان طبيعي 100% وما فيه إضافات السكر، لدرجة أنه بيساعدكم بإنقاص الوزن، يعني فيكم تخسروا كيلوغرامات من وزنكم من دون ما تخسروا الفيتامينات والبروتينات يلي ممكن تكونوا اكتسبتوها من خلال الطعام يلي عم تاكلوه. هيك بتقدروا تضعفوا بطريقة كتير صحية. وإذا كنتوا عم بتعانوا من الرشح ومن السعلة ومن وجع الزعيم مثل ما كتار منا بهالأيام عم بيعانوا، بتقدروا تتأكدوا أنه هالنوع من العسل بيشيل السعلة، بخفف وجع الحلق، وكمان تخيلوا أنه بيقوي النظر وبيعالج وجع الراس، خاصة الأشخاص اللي عندهم ميجرين. وإذا كنتم من الأشخاص المعرضين بهالطقس الجاف أو إذا بدكم الطقس الماطر يلي بيسبب البرد فيه الجفاف للبشرة، إذا كنتم بتعانوا من الأشب أما من الإكزيما أما من الصدفية أما حتى من التوليل عم تطلع على بشرتكم، تقدروا تستخدموا عسل الزهور وبتتأكدوا أنه عم تمنعوا البشرة من أنها تتعرض لهالنوع من المشاكل. هيدا هي أخبارنا مع 3 جارز من العسل الطبيعي 100% اللي ما فيه أي إضافات من السكر، والموجود عندنا إكسكلوزيفلي بس بلا بوتيك. شفتوا الأسعار قدامكم على الشاشة، اتصلوا فينا حتى يوصل لعندكم بس خلال يومين. ننتقل نحن وياكم هلأ لعند سيتو كلينر. مع سيتو كلينر راح خبركن عن هالأنينة، هالأنينة اللي هي الخمس أنينة، لأنه بالسيتو كلينر هلأ بخبركن أكيد كيف بتستعملوا. سيتو كلينر هو الحل لكل شيء جاي عندكم بالبيت ومش جاي عادة، يعني إذا عم قلكن حيط مجوز صار بده طرش، مع سيتو كلينر بتنحل. إذا بدكم تنطفوا دام بتنحل بسيتو كلينر، إذا بدكم تنطفوا صوفيتكم ومعلق عليهم قصص كمان بتنحل بسيتو كلينر. كل شيء شحم معقول يعلق عتيبكم هذا اللي ما بيروح بحياته بيروح بسيتو كلينر. سيتو كلينر معمول هالأنينة للتنظيف اللي بتحطوا طبقة منها وبتكون ترخوها بخمس طبقات مي، يعني عم بحكيكم عن كل أنينة خمس أنينة مينيمم بسيتو كلينر، لأنه عطول عم ترخوه بخمس أضعاف من المي تتقدروا تستعملوه لأنه هو قوي كتير. سيتو كلينر عم بحكيكم عن هالأنين اللي عفيكم تنطفوا فيها كل شي جولري تبعكم، من ذهب، من جزادين جلد، من جزادين دم، فيكم كمان السناسل تبع جزادين بينضفوا، عويناتكم إن كان شمس إن كان نظر، فيكم تنطفوا صوفيتكم إذا مدبغ عليهم قصص، حيطان بيوتكم، بقلب سياراتكم، موتور السيارة، فرش السيارة، وحتى تابلو السيارة بيتنظف بسيتو كلينر. فيكم تنطفوا بسيتو كلينر دواليب، يعني من أقل الديتايات اللي معقول تعرفوها عن سيتو كلينر هي أنه بتنظف قصص وبقع ما بتروح بالسهل. هلا القصص والبقع اللي بتكون كتير هي عادة نوي تشوفوها تروح، ما قلكن غير تنقعوها بهالسيتو كلينر خمس دقايق، وبعد خمس دقايق بتمسحوها وبتلاحظوا أنه راح كل شيء وما بقى في أثر أبدا، ولكن البقع العادية بتروح دغري وبترجع بتغسلوها بمي. $24 عم بتحلوا كل شيء عندكم، وعم تقدروا تستفيدوا من هالأنينة تتنطفوا كل محل ببيتكم وبتيبكم وبأغراضكم. رح انتقل هلا من سيتو كلينر عكوتشينالي. حو حو يا بردي ما حدا مسقع قدي، واكيد مش بس انا اللي مسقعه، كل الناس اللي علقانين بالثلج بالبيوت بالجبال، كل الناس يلي يمكن عم بينتبهوا على مصروف المازوت بيقدروا يستفيدوا من كوتشينيلي ايطاليان هيتر، هالشوفاجات الموجودين بلا بوتيك واللي هن اوريجينال واللي لونهم كمان اوريجينال حتى يلبقوا مع كل انواع الفرش وكل الوان الفرش. في عنا الكوتشينيلي ايطاليان هيتر من 13 شفره وكوتشينيلي ايطاليان هيتر من 9 شفرات، في عنا اللون الابيض واللون الأسود. ال 13 شفرة يعني 2200 وات والتسع شفرات 1800 وات، ولكن إذا كنتم من الأشخاص يلي عندهم اشتراك موتور 5 أمبير بس
ما تعتلهم ابدا، لانه في مروحه في لها ريزيستانس خاصه بقلب هيدا الشوفاج، بتشتغل على 400 واط بس. اما كيف بيشتغل هالشوفاج، فهو عاده على الزيت، من بعد ما نشكه بالكهرباء مندور المفاتيح اللي موجودين فيه، في عنا مفتاحين للزيت حتى يمشي فيه، ومفتاح للمروحه يلي قلت لكم عنها، بيشتغلوا سوا. لما بتعبي الاوضه وبتعطي الدفى اللازم، هو لوحده بيفصل، او انتم كمان فيكم تطفوا المفاتيح تبع الكهرباء، وهيك بتشتغل المروحه لوحدها على 400 واط. اما اذا كنتوا على الموتور فيكم كمان تشغلوا المروحه لوحدها، خاصه اذا كنتوا اوريدي مدفيين الاوضه من خلال الاستعمال الكامل لهالشوفاج من خلال المفاتيح كلها، وساعتها هيك بتقدروا بس تستفيدوا من حراره المروحه على 400 واط بس. اما اذا كنتوا نايمين بالليل فكمان هو لوحده بيفصل الحراره بشكل انه ما تعبقوا وما تاخذوا شبقه هواء لما تقوموا، وكمان ما بتعتلوا هم انه يصير في ديزيدراتاسيون بالغرفه يلي انتوا عم تدفوا فيها، لانه مثل ما شايفين على هالشوفاجات في عنا ستاند وفي عنا علبه زرقاء لون ازرق، هي بلاستيك ما بتتاثر بالحراره، بتستفيدوا منها حتى تحطوا فيها مي، هالمي بتعطي شويه رطوبه بالاوضه حتى ما يصير في جفاف، ما يصير في ديزيدراتاسيون مثل ما قلت لكم. وكمان اذا كنتم مقربين ومسكرين كل البواب حتى تدفى الاوضه تما تنعدوا، بتقدروا تحطوا وراء الكينه بقلب هالمي، بتنقي الجو وبتحافظ على الاكسجين، واذا بتحبوا فيكم تحطوا معطر حتى يكون الجو معطر ودافي بذات الوقت. اما الستاندات اللي شايفينهم فبتقدروا تحطوا عليهم اي قطعه عليها رطبه او مسقعه بدكم اياها تدفى قبل ما تلبسوها، من دون ما تاخذ من الحراره يلي عم بيتدفوا منها الاشخاص اللي قاعدين معكم بالغرفه. هيدي هي اخبارنا مع كوتشينيلي ايطاليان هيتر، هالشوفاج التلياني المكفول 100% يلي بتطلبوه على الارقام اللي شايفينها قدامكم، وبتشوفوا سعره كمان قدامكم، وبيوصل لعندكم خلال يومين بس. خلينا ننتقل هلا لعند تايني اكسترافاجنس. قبل ما ننتقل عن تايني اكسترافاجنس هلا رح نحكي شوي عن هالماجيك هوز، هالربيش اللي بيجوا هن من لونين عنا بلا بوتيك، الازرق والاخضر. الازرق والاخضر اللي بيجوا قماش من برا ومن جوا فيهم اثنين كوش لاتكس، وهذا الشيء كثير منيح ومفيد لانه بيحميهم من كل شيء سقع، من كل شيء شتي، من كل شيء ثلج، ما بينهز النربيش ابدا، كانه محطوط بحراره طبيعيه جدا. عم بحكيكم عن نربيش بكون قصير وبكون تقريبا بالسبعة متورة ونص، وأول ما يفوت عليه ضغط المي عنا نوعين، أو بصير 30 متر أو بصير 22 متر ونص. تبع 30 متر حقه $40 و22 متر ونص حقه $29. يمكن بتلاقوا قصص أرخص من هيك، بس بهيدي النوعية ما بتلاقوا، لأنه هوليك الأرخص انا على مسؤوليتي بعد يومين يا رح ينفخته يا رح يصير لهم شيء، واكيد ما فيهم القطع اللي موجودين بهولين ربيش. عم بحكيكم اول شيء عن هالقطعه اللي من فوق اللي بتجي اول شيء كرمال ضغط المي، فيكم تحركوها انتو حسب نوعيه المي اللي بدكم اياها تنزل، او تنزل سنتر، او تنزل بطريقه عم بترش، او تنزل بطريقه ضغط، انتو فيكم تتحكموا كيف المي عبالكم تنزل، وبهيدا اكيد فيكم توقفوها وترجعوا تقووا المي. اما باخرها كمان الى المفتاح اللي هو جدا مميز، انه بيركب على حي الحنفيه انتو عندكم اياها بالبيت، وما بتعتلوا هم بيتضيق وبيتصغر حسب انتو حنفياتكم، وساعتها فيكم تتحكموا بنربيشكم مثل ما بدكم. كمان سهل التنظيف جدا وسهل الضب، لانه اول ما يروح ضغط المي منه بيرجع بيصغر من اول وجديد وبينضب بعلبته وكانه ما في شيء. رح ننتقل هلا للمساج ولا سبا مع هالماشينز اللي عنا اياهم بلا بوتيك، اللي هن بيغنونا عن اذا بدكم سبا عن وجع ظهر، ان كان بالمكتب، ان كان بالسياره، ان كان حتى بالبيت. هالماشين اللي شايفينها قدامنا اللي هي خصوصي او للرقبه او لاسفل الظهر، فيكم تحطوها ورا ظهركم من تحت، او تعلقوها كمان بكرسة السيارة بهيدي المغاتة اللي شايفينها، او بحالها كرسي عندكم بالبيت او بكرسة المكتب، تتعملوا مساج لرقبتكم انتو قاعدين. طبعا تمشي على الكهرباء، كمان فيها انفراريد تتحمي عضلة العضلة اللي بدها تعملها مساج، واكيد معمولة بطريقة كتير بروفيشنال تما تأذيلكم سنسلة ظهركم. هالماشين اللي بتمشي على الكهرباء كمان تنفتح بشكل جدا سهل من هون، بتشوفوا انها كابيتوني، انه بتاخد وميديكال معمولة بطريقة سهلة. كمان الى كيبل للسيارة، وساعتها فيكم تستعملوها بالسيارة انتو قاعدين اذا عندكم رود تريب طويلة.
اما رح انتقل لتاني ماشين، وتاني ماشين هي متخصصه كمان اكيد للكتاف ولا الظهر ولا اسفل الظهر. هالماشين اللي شايفينها بتنلبس كمان معكم بطريقه جدا سهل، بتحطوها هيك على ظهركم، تلبسوها مثل كانكم عم تلبسوا جاكيت، وفيكم تتحكموا ساعتها بزراره هيدي الميله. زراره في زر الباور، زر اللي بتبرم الماشين من جوا اذا يمين او شمال تتعملوا مساج للعضله، وفيها كمان زر الانفراريد وهي تضوي وتعطيهيت للعضله وتقدروا تعملوا مساج بلا ما تعملوا انفلاماسيون. اكيد من النص ما فيها ابدا شيء تما تاذي سلسله الظهر، وكمان لها كيبل خصوصي للسياره، ولكن بهيدي الماشين ابدا مش شوفير السياره اللي بيستعملها، ولكن لحد الشوفير ثمنها اذا ب 99 دولار عم تستغنوا عن سبا، عم تستغنوا عن وجع ظهر، وعم بتكونوا مقضيين نهاركم بطريقه مرتاحين او من بعد التعب تريحوا حالكم انتم قاعدين ببيوتكم. رح ننتقل هلا من المساج لعند رولا تتحكينا عن مورينجا. منسافر نحن وياكم على المناطق الاستوائيه بلا بوتيك، خاصه اذا كنا حابين نختار عشبه تهتم وبتعتني بصحتكم. هي عشبة المورينجا، هالشجرة يلي بسموها ميركل تري، هالشجرة يلي موجودة بس بالمناطق الاستوائية، ويلي بياخدوا وراقة بجففوها بيستخدموها مثل الشاي، من بعد ما يغلوا المي بيتركوها تروق لمدة دقيقة، بينقعوا هالوراق من 7 لـ10 دقايق وبيشربوا الشاي يلي بيطلع من هالخليط هيدا. وكمان هالوراق الميبسة ممكن تطحن وتأخذ مثل البودرة مع الطعام، مع السلطة، مع كباية مي عصرة حامض، مع اللبن كمان حتى تستفيدوا من الخصائص الغذائية الموجودة فيها. المورينجا ميركل تري تستخدم بالطب البديل مثل الطب الصيني والطب الهندي، وبتنقي الكبد وبتغسل الكلاوي، بتطول الشعر، بتقوي الضفير، بتنقي البشرة. فيكن تعتبروها ديتوكس لجسمكم، بتساعدكم انكم تنحفوا بطريقة كتير صحية، وكمان غنية بالصوديوم والفوسفور والزنك والمغنيسيوم، وعندها الأوميجا 3 و6 و9. واهم شيء كمان انها مش بس بتهتم بصحتكم، انما كمان تهتم بنوعيه اسنانكم، بهشاشه العظام، بالمفاصل، بتعدل معدل السكر والكوليسترول بالدم لهالدرجه مفيده، وغنيه بالبروتيين والفيتامين اي والكالسيوم والفيتامين ا والكلوروفيل والفيتامينز بي 1 بي 12 وبي 2. هالفيتامينز يلي بتحصلوا عليهم خاصة إذا كنتم من الأشخاص الفيجيتيريان يلي ما بيأكلوا لحوم أو بيصوموا كتير، بتعود عليكم أمينو أسيدز مش موجودين بجسمكم حتى ما يستفقد جسمكم لأي نوع من أنواع الفيتامين. وكمان في عنا الحديد يلي منلاقيه بالسبانغ، منلاقيه 25 مرة مثلا بهالعشبة، والبي 12 وبي 3 منلاقيه 50 مرة بهالعشبة. يعني شو ما أخذته من خلال هالعشبة بتكونوا عم تاخدوه أضعاف وأضعاف المرات حتى تفيدوا صحتكم. الباكج هو عبارة عن علبتين من وراق الشاي وعلبة من البودرة، سعرهم 35 دولار وبيوصلوا لعندكم على البيت من دون أي كلفة إضافية. خلينا نحن وياكم ننتقل هلا للمورينجا اويل. المورينجا اويل يلي بيهتم ببشرتكم بيستخدموه المشاهير حول العالم لانه بيحفز انتاج الكولاجين والالاستين بالبشره، ولانه غني بالفاتي اسيد وبالاولويك اسيد، بحارب الشيخوخه بشكل كتير فعال، وكمان مميز لانه غني بزيوت اورجانيك اضافيه وطبيعيه 100% مثل الارجن اويل والكوكونات اويل، زبده الكاكاو، وزيت الزيتون، وزيت السمسم، وزيت الصبير، وزيت بذر العنب. مثلا زيت الصبير بيحتوي على هرمونات بتمنع انه تطلع الحبوب، خاصة عند الصبايا بأول عمرهم، واكيد بتشيل اثار الحبوب يلي موجودة اوريدي على بشرتكم. زيت بذر العنب بحارب الشيخوخة وبشد البشرة بشكل كتير فعال، وزيت الزيتون مثله مثل الكوكونات غني بالفيتامين اي، بيتغلغل بالطبقات السبعة للبشرة، وبيساعدكم انكم تحموها ضد حرارة الشمس او حرارة الفرن اذا كنتم من الأشخاص بيشتغلوا كتير بالمطبخ. وفي عنا زبدة الكاكاو يلي بتحفز إنتاج الكولاجين والإلاستين بالبشرة، وما مننسى الأرجن أويل يلي بيعطي بوست للبشرة وبيخليكم تشعروا كأنكم حاطين فوندوتا على بشرتكم لأنها صارت نقية 100%. سعر هالقنينة يلي بنستخدمها بس بالليل من بعد ما ننظف وجهنا، إذا بشكل ليلي بنستخدمها لبشرتنا، سعره 45 دولار وبيوصل عندكم على البيت من دون أي كلفة إضافية.
خليني انتقل انا وياكم هلا حتى نحكي عن جام الاهتمام بالمفاصل وبحركه العضله وبالطاقه الايجابيه اللي انتم بحاجه لها، خاصه اذا كنتم اشخاص وركهوليك بتسهروا كثير على شغلكم وبتشعروا بسهوله بالخمول خلال النهار. رح بلش مع الليوبار، العلبه الاورانج اللي شايفينها مثل ما اسمها بيدل عليها، هالحيوان يلي عنده مطاطيه رائعه بالتحرك، عنده ليونه رائعه وعنده طاقه رائعه. هالطاقه بنقدر ننقل لكم اياها من خلال هالمتمم الغذائي الطبيعي 100% يلي ما فيه اي اضافات كيميائيه واللي موجود بكل الصيدليات ومصدق من وزاره الصحه. اذا الليوبار بتاخذوا منه حبه صباحا وحبه مساء بعد الاكل، ما بيسبب اي قلق او اي مشكله بصحتكم، ما بيتعارض مع غير ادويه، واكيد بيعطيكم ليونه ومطاطيه بالعضلات والطاقه يلي انتم بحاجه لها. رح احكيكم هلا عن الارتمين دول 2. الارتمين دول 2 هو كمان متمم غذائي طبيعي 100%، بيساعدكم انكم تتخلصوا من الام اسفل الظهر او التشنجات عند الاكتاف او حتى عند المفاصل للاشخاص اللي بيشتغلوا كثير على الكمبيوتر او بيطبعوا كثير، وبيخليكم تتخلصوا من هالاوجاع بشكل انكم كمان تتحركوا بليونه افضل. هالارتمين دول 2 غني بخصائص الانتي انفلاماتوار ولكن ما بيسبب وجع المعده. اذا عندكم اوجاع كثير قويه بتقدروا تاخذوا حبتين صباحا وحبتين مساء بعد الطعام من دون ما تعتلوا هم انه يعملكم وجع معده. اما بالنسبه للاوستيو دي 3 فمثل ما اسمه بيدل عليه، الاشخاص يلي معرضين يصير عندهم اوستيوبوروز او اوريدي عندهم، والاشخاص يلي عندهم هشاشه بالعظم، يلي عندهم نقص بالفيتامين دي، واكيد الاشخاص اللي هن كبار بالعمر يلي منخاف اذا عملوا اي حركه غلط يطق فيهم شيء ينكسر فيهم شيء، ما تعتلوا هم، بتقوى عظامكم من خلال الاوستيو دي 3. هالمتمم الغذائي الطبيعي 100% بيساعدكم انكم تغنوا حالكم بالفيتامين دي 3، وكمان بيساعدكم انكم تخزنوا الكالسيوم من خلال الادويه اللي ممكن تاخذوها او الطعام، لانه هشاشه العظام ما بتخزن الكالسيوم، والاوستيو دي 3 هو يلي بيساعدكم هو الحل، حبه صباحا حبه مساء بعد الطعام، وبتلاحظوا انه العظام وحتى الضفير صاروا اقوى وافضل. بننتقل نحن وياكم هلا لعن تايني اكسترافاجنس. مع تايني اكسترافاجنس معودين انه نقدم لكم احلى البضاعه، اكثر البضاعه اللي بتكون ترندي بالسوق، وكمان تكونوا شوي هيك كل شخص بيلبس من تايني اكسترافاجنس يكون لابس بطريقه ستايلش. اول شيء تايني اكسترافاجنس عم تقدم لنا اكسسوارز كتير حلوين، اكسسوارز مرصعين بحجار كتير مميزين، لانه اول شيء منتقلون من لون هالاكسسوارز اللي فيهم، فينا نشوفهم هون قدامنا على الطاوله، هلا بنشوفهم على الكاميرا. هالاكسسوارز ما بتلاقوا اكيد منهم وين ما كنت، فيكم تلبسون على قصص واوكازيونات عندكم اياها مرتبه، وفيكم تستفيدوا منهم انكم تقدروا كمان تهدون. من هالاكسسوارز اللي شايفينهم اللي هن كمان خرج قصص كتير مرتبين، في كمان عنا قصص لكل يوم كاجوال اكتر، فيكن تلبسون من بريسلتس كمان من قصص للرقبة كمان مهضومة وبتنلبس معكم منن بتقل هوليك. اكيد رح انتقل هلا للشالات، لهالشالات الحلوين اللي شايفينهم، في منهم كروشيه، في منهم كمان باتشز من كل الالوان، بتستفيدوا منهم بهالطقس المسقع، اول شيء من الكواليتي تبعهم لانه ما بتلاقوا شال بهيدي الكواليتي وين ما كان، ولا بالوانهم الحلوه، ولا كمان انكم تحطوه ما تعملوا الرجي ما تعقصوا. يعني عم بحكيكم انا عن جام كتير تقيله، عن جام كتير حلوه وكتير دارجه. هالشال اللي شايفينه قدامنا، هالفيرد اللي فيه من تحت اللي كتير دارج، وهالالوان المتناسقه بتحطوه على رقبتكم، بتكونوا بطريقه ستايلش وحلوه ومرتبه. اكيد ما بدي انسى البانشوز اللي هن كتير حلوين وكتير دارجين هالشتوية، اكيد هن بيجوا من الدم وفيكم تستفيدوا منهم حتى بالصيف اذا طالعين على جبل او شيء، في منهم ثلاث الوان، الاوف وايت، الهافان، وكمان البلوستيال، معمولين بقط كتير حلوه، بينحطوا عليكم اذا لابسين حتى تياب عادي او
او فيكم تحطون كمان بطريقه ستايلش مع بوتس مع حي لشي معقول تقدروا تلبسوه مع هالشاشي بالدرجين اللي فيهم. اكيد كل شيء اسعار عبالكم تعرفوها او بتفوتوا على بيج انستغرام وفيسبوك تبع تايني اكسترافاجنس او فيكم تتصلوا على الارقام اللي على اسفل الشاشه. وحيلا صبيه عنا بالكول سنتر زملائنا فيهم تساعدوكم بحيلا ديتيلز لانه مش بس هول البضاعه الموجوده ولكن في بعد اكثر واكثر. من تايني للكبار ولا تايني كيدز. لهلا رح نتوقف معكم بريك صغير كتير، ما بديكم تروحوا ولا محل لانه بعد في برودكتس كتير جديد تنحكي عنهم شوي وراجعين. نالكم مشاهدينا بعد هالبريك الصغير حتى نتحفكم بالاغراض اللي بنقدم لكم اياها بلابوتيك، خاصه اذا كنتم من الاشخاص يلي بيحبوا يعملوا الماكولات فرد مره، بيشتغلوا مره وحده، بيتعبوا مره وحده وبيحضرون بقى بالفريزر على مهلهم بيرجعوا بيستخدمون. اذا كنتوا اشخاص بروفيشنال مثلا حدا عنده فرن حابب يستخدم هالعجينه البروفيشنال يلي هي معدن كتير قوي وهيفي ديوتي، او اذا كنت ست بيت وحابه تحضري الاكلات قبل بوقت مثل ما قلت لكم، هالعجينه هي الحل المثالي لكم. هالجرن بساع 6.7 لتر، يعني تخيلوا قديش بتقدروا تحضروا قصص، خاصة الجاتويات إذا عندكم كذا جاتو بدكم تحضروه. أكيد القطع بتساعدكم أنكم تخفقوا أي شيء، وبالإضافة لهالجرن وهالقطعة يلي بتخفق في عنا قطعة العجن، عنا قطعتين للعجن بيساعدوكم تعجنوا العجينة مثل ما أنتم بتحبوا، وفي قطع إضافية مع هالعجينة مثل هالبلندر من لتر ونص، وعندها كمان هالقطعة يلي بتساعدكم تعملوا اللحمة المفرومة خشنة أو ناعمة بالبيت. وكمان من خلال هالشفر غير أنه فيكن تستخدموا اللحمة كمان فيكن تستخدموا أي شيء حابين أنكن تبرشوا، وهيك بهالشكل بتكونوا حضرتوا الانجريديون يلي أنتم بحاجة لهم بكل سهولة، بتنجلى معكم بسهولة وما بتصرف كهرباء كتير، وهالقطعة البلكسي بتساعدكن أنكن تحطوا الانجريديون من دون ما يطرطشوا لبرا ويتلولكن الطاولة أو يتلولكن تيابكن. اكيد كل شيء عم نحكيكم عنه هالبلندر هي من ماجيك، كل شيء بنحكيكم عنه خلال الحلقه بتشوفوا سعره، وفي حال في اي شيء نقص عليكم بتتصلوا على الارقام الموجوده قدامكم وكل الاشخاص بالكول سنتر بيساعدوكم بالتفاصيل الاضافيه. رح نحكي هلا عن باستا ماتيك للاشخاص يلي بيحبوا يعملوا الباستا وياكلوا باستا فريش طبيعية 100% بالبيت، هيك بيكونوا متأكدين من الأجريديون يلي عم يستخدموهم من أريتي هالماركة التليانية اللي جودتها كتير عالية. الأجريديون مثل ما هن بتقدروا تحطون بقلب هيدا الماشين، يعني الزيت والبيض والطحين وبكبسة صغيرة بينخلطوا معكم وبتصير الباستا جاهزة. بكفي انكم تكبسوا كبسة تانية موجودة بهالماشين حتى تطلع الباستا من خلال هالقطعة يلي بنقدر نفكها بواسطة هالقطعة، وأكيد لما بنفكها بنقدر نغير الشفرات لهالماشين بشكل انه نتحكم بنوع الباستا يلي بدنا اياها، تاغلياتيل، فيتوتشيني، سباغيتي، اي شيء انتم بحاجه له بالباستا. واكيد فيكم تتحكموا كمان بطولها، لما بتطلع بتقصوها بكل سهوله، وهالقطع بتقدروا تعملوا العيار يلي انتم بحاجه له، بتنجلى معكم بسهوله، بتتفكك معكم بسهوله وما بتصرف كهرباء كتير. كمان من أريتي في عنا عجينة زغطورة براتيك لإلكن، تنحمل بسهولة، بتنضب بسهولة، كمان من ستينلس ستيل 4 لتر بتساع، قطعة من البلكسي حتى ما تطرطش لبرا، وهالبلندر لتر ونص، وأكيد القطع يلي بتساعدكن إنكن تخفقوا أو تعجنوا العجينة مثل ما أنتوا بتحبوا، وعلى الأكيد إنها ما بتصرف كهرباء كتير وبتساعدكن إنكن تحضروا شيء اللي عم بتحضروه بكل سهولة بمطبخكن. إذا أكيد الأسعار بعد شوي بتشوفوها قدامكن على الشاشة وبتوصل لعندكن بس تطلبوها خلال يومين بس. خلينا أنا وياكن نحكي هلأ عن المايكروويفز. المايكروويفز في عنا الماجيك 23 لتر وفي عنا الأريتي 30 لتر. أكيد بشو بيتميزوا هالمايكروويفز غير أنه لونهم ستينلس ستيل هيك بيلبقوا مع كل المطابخ. الماجيك مثل ما شايفينه في عنده مراية، في عنده لمبة من جوا تتشوفوا الشيء اللي عم بتسخنوه، وكمان عنده كبسات الديفروست، الأوتوماتيك ديفروست ومانوال ديفروست، بشكل أنكم بتقدروا تعملوا ديفروست للقطع يلي مجلدة عندكم وبتتأكدوا أنه دابت بالوقت يلي أنتم بحاجة له. وأكيد يلي بيميز هالمايكروويفز غير أنه بيسخنوا بطريقة كتير صحية، بيساعدوكم أنكم تشووا الطعام
الطعام من خلال كبسة جريل. بتكونوا مش بس عم بتسخنوا، كمان إذا أنتوا بحاجة إنكم تشووا مثلا البطاطا تقدروا تشووها من خلال هالمايكروويف. وهيدا المايكروويف كمان بيتميز بذات الخصائص يلي قلت لكم عنها، لمبة مع كمان بيعمل جريل بيشوي وكمان بيسخن بطريقه كتير صحيه، والفرق انه منه مرايه من قدام بيساعدكم انكم تشوفوا الشيء يلي عم بتسخنوه بكل سهوله. اسعارهم اكيد بتمرق قدامكم وبتوصل لعندكم على البيت من دون اي كلفه اضافيه خلال يومين بس. خلينا نشوف هلا سندي كيف بدها تسهل عليكم اموركم اليوميه. مع اريتا رح سهلوا هالامور اليوميه بهالمكويه، هالمكويه اللي لها سند منا مكويه مع طاولتها والمكويه العاديه اللي بتحرق لكم كل تيابكم. اريتا هي هالمكويه بتتعبى من تحت بخمسة لتر مي، وهيدا البخار في ساعتكم تتبكوا تيابكم ازف طالعين من المصبغه. هيدا السند اللي شايفينه قدامنا فيكم تعلقوا تيابكم، حي القطعه عندكم اياها وبهول الكليبسات كمان اذا كان عندكم سكيرت او حي ولا شيء عبالكم تعلقوها بالكليبسات. هيدا السند طبعا بيتطول وبيتقصر حسب طول تيابكم والقطعه اللي انتم حاطين عليها. مش بس هيك فيكم تستفيدوا منها، حتى البراده اللي معلقين فيكم تقطعوا هالمكوايه وبينكوى، الكوفرلين اللي انتم اوريدي حطيتوه على التخت كمان فيكم تكووه هو محطوط على التخت. هالمكوايه كتير سهلة، فيكم تمشوها للبخار وفيكم طبعا تمشوها بلا بخار من هول الفخاويت اللي شايفينهم، وما بتحرق التاب ولكن بتعطيكم هالتاب اللي طالعين هيك كلهم مهدولين، هذا اللي بتلبسون قبل ما تروحوا على الشغل. وفيكم كمان تكونوا عاطين ما تكونوا عاطين وقت لهيدي الشغلة بنهاركم لأنه بتعلقوا القطعة بتكوها بتلبسوها وبتروحوا أزف بعدها طالعة من المصبغة. هالمكويه كتير مهمة تكون عند كل حدا جان، يمكن عايش وحده بالبيت، كل بزنس مان، كل بزنس وومن كمان عايشة بالبيت وما عندها وقت انها تكوي قطعة، او يمكن بتجعلك بخزيناتها لو هن كانوا اوريدي مكويين بتعلقهم تكويهم وبتلبسهم دغري. رح انتقل من اريتا لماجيك وتحكيكم عن هالبرادات. هالبرادات اللي بتميز فيهم عن غيرهم انه اول شيء فيهم نوعين، كل نوع فيه كمان لونين السيلفر والابيض. اول نوع او شيء اثنيناتهم ابدا ما بيصرفوا كهرباء، بيمشوا على الموتور ان كان موتور او كهرباء، ما بيعملوا كالكار ابدا وبتصير طعمة المي منا طيبه، مشغولين بطريقه جدا تقنيه تيحموكم من هالشيء من وراء فلتراتهم اللي بقلبهم. اثنيناتهم النوعين الموجودين في السخن في المسقع وفي الروم تمبريتشر، وطبعا كمان اثنيناتهم للسخن له لوك اذا في ولد صغار بقلب البيت ما يحترقوا ايديهم. اما اول نوعيه براد بتفتحوا من تحت وهي منا خزانه عاديه ولكن هي براد وفريزر بذات الوقت. فريزر من فوق فيكم تحطوا فيها كيس ثلج، فيكم تحطوا فيها بوزه بالصيف او حيلا شي عبالكم جلدوها، من تحت فيكم تحطوا فيها سوفت درينكس جوسز تبعكم او حيلا شي عبالكم انه يضل مسقع بالبراد. اما ثاني نوع رح انتقل له وهو في منه براد ولكن هو خزانه الى كذا رف، هيدول الرفوف فيكم تستفيدوا منهم انكم تحطوا بقلبهم كبياتكم، صحون يمكن بلاستيك او قصص كبيات بلاستيك لدغري تقدروا تستفيدوا منها وتسكبوا من البراد المحطوط، او يمكن ماجيت تقدروا تقيموها دغري تعملوا نسكافيه او الكافي تبعكم بهالمي السخنه. هول برادات اثنيناتهم من ماجيك، اسعارهم كتير حلوه، كتير براتيك تيكونوا بكل بيت ان كان بتحبوا يكون في بقلبه براد وفريزر او خزانه كمان معقمه تقدروا تستفيدوا منه. رح انتقل هلا من البرادات للهيلثي فود. هيلثي فود مع هالجريل اللي شايفينه قدامنا، هالجريل اللي بيمشي على الكهرباء، فيكم كمان تقولوا حرارته وتخففوها مثل ما انتم بدكم، طبعا بيمشي على الموتور وخصوصي فيكم تستفيدوا منه اذا عندكم ناس على العشاء. بتحطوا لحوماتكم السمك تبعكم الدجاج تبعكم على المحل مضلة، وكل شيء هون البلا فيكم كمان تستفيدوا منه تتحطوا الخضره تبعكم، حتى في صينيه من تحت تقدروا تحطوا الخضره، ووقت تحطوا الخضره بقلبها كل شيء زوم من لحوماتكم والقصص اللي انتو عم تشوها عم بينزل عليهم وساعتها عم ينشوا بهيدي الطعمه الطيبه، بتبهرون وبتملحون بالطريقه اللي انتو بدكم اياها. واهم شيء انه بيمشي هالجريل بدون ولا نقطة زبدة ولا نقطة زيت وما بلزق أبدا، كأنه حاطين عليه حيلا شيء هيك بتسحبوه بطريقة جدا سهلة. إله هالكفر كمان، هالكفر للإزاز اللي هو فيه يحميكم من الريحة،
وفي احميكم من الريحه وتبطلوا تقدروا قاعدين وعم تنزعجوا من الريحه وفيكم بذات الوقت تشوفوا ماكولاتكم بقلبه بيتنظف بطريقه جدا سهله. وهلا رح ننتقل للفرن. كمان فرن سبيسيال بتقدروا تستفيدوا منه بمطبخكم، بتحضروا له محل خاص لانه بيساعد كثير. 80 لتر هالفرن الرائع يلي بتقدروا مش بس تطبخوا فيه اكثر من طبخه، لانه في عنده شبكان وصينيه، يعني بتقدروا تحطوا 3 لايرز من الطبخات اذا بدكم. واكيد فيكم كمان تستفيدوا من طريقه الطبخ فيه، لانه بيشوي من فوق وبيشوي من تحت وبيشوي من فوق ومن تحت بذات الوقت، غير انه عنده مروحه بتوزع الحراره بشكل كثير معتدل وبشكل انه تستوي الطبخه من كل الميلات من دون ما تنلدع. اكيد عنده تايمر، عنده الضوء، عنده كل الكبسات يلي انتم بحاجه لها حتى تعدلوا الحراره، حتى تعدلوا قوه الكهرباء يلي انتم بحاجه لها، بشكل انكم تقدروا تدوروه على الموتور من بعد ما تطفوا كل شيء، وتكونوا استفدتوا من هالسعه يلي بتقدروا من خلال هالفرن تعملوا اكثر من طبخه بالنهار الواحد. اكيد مكفول 100%، والاسعار دايما عندنا بلابوتيك مدروسه، ما بتلاقوا لها منافس بالسوق، وبتوصل لعندكم خلال يومين بس. خليني انا وياكم ننتقل هلا حتى نحكي عن هالدفايه الرائعه يلي انا كثير شخصيا حبيتها، لانه بتعطي افيه شوميني شكلها كثير حلو كوزي، ومش بس هيك صغيره وفعلها كثير كبير من السيراميك من الداخل، يعني بتدفى دغري بثلاث ثواني بتعطي الهواء السخن يلي انتم بحاجه له. اذا بدكم تحموا الحمام قبل ما تاخذوا الدوش وما نكون مدورين الشوفاج مثلا، بثلاث ثواني بيكون بلش الدفى بالحمام. واكيد تنحط معكم وين ما كان بالغرفه، لو كانت الغرفه كبيرة بتدفى بسهولة وبتقدروا تاخدوا أكثر من قطعة. بتتحكموا بقوة الحرارة أو بقوة الكهرباء، هي 1500 وات، بمجرد ما تستخدموا هالمفتاح بتصير 750 وات، يعني فيكن تستخدموها على الموتور. خليني احكي انا وياكم هلا عن اغراض المطبخ البراتيك لكم. اكيد بنحكي عن هالعصاره البراتيك يلي ما بتتل الايدين، ما بينجو من اي ريحه، ما بيدبغوا اذا كنتوا عم تعصروا رمان مثلا، وما بيطرشوا لبرا، واكيد ما بتصرف كهرباء كثير، بتنجلى معكم بكل سهوله. اما هالنقاره، نقاره الكوسه والقرع والباذنجان والبطاطا، عندها راسين مختلفين حتى ما ينخدش معكم شيء من اللي عم تنقروه، وما بتوجع المفاصل، كبسة صغيرة بتنقروا الشيء اللي انتوا عم بتحضروه وبصير جاهز بثواني. هالنقارة وهالعصارة اوفر بلا بوتيك، بتشوفوا سعره قدامكم على الشاشة. في عنا هالطناجر اليوناريكس يلي هن من 16 قطعة، بيتميزوا بخمس طبقات من التيفلون. إذا خمس طبقات من التيفلون يعني ما بينخدشوا، ما بيصدوا، ما بيفوتوا بكتيريا على الطعام، بتقدروا تطبخوا فيهم بطريقة كتير صحية. من شو مؤلفين هال16 قطعة؟ ثلاث مقالي من ثلاث قياسات مختلفة مع مسكة مقوسة، ثلاث صواني للفرن، طنجرة للقلي والطبخ بذات الوقت، عندها كفر شفاف حتى تطلوا على طبختكم من دون ما ينتلي وشكن وشعركن ريحة طعام، وأكيد أربع طناجر من أربع قياسات مختلفة ومسكاتن ما بيلقطوا حرارة، والطبقة تبعيتن من ستينلس ستيل. هل الطقم بيوصل لعندكم 16 قطعة من دون أي كلفة إضافية، وبيلبق مع كل المطابخ، مكفول بلا بوتيك خمس سنوات، وأكيد لونه بوردو كلاس مثل ما أنتم بتحبوا. نحن وياكم من المطبخ بننتقل كمان لحواضر البيت، وأكيد أكيد بننتقل ل فيديو ماستر شيف. بنقدم لكم مكنسه سويبر، مكنسه بتتشرج على الكهرباء وما في داعي يكون في لها شريط كهرباء، بتكنس وين ما كان وبتشيل الكميه اللي انتم بدكم اياها، بنشرجها خمس ساعات اول مره، بتعطينا تكنيس بقوه كثير قويه لمده نص ساعه، سهله الاستعمال، سهله الضب، فيها بطاريه بقلبها بطاريه ليثيوم لحتى ضاين كثير لمده طويله. فينا اذا بدنا حتى بالخزانه بننزلها هيك، وفينا نضبها ونحطها بالخزانه، سهله الاستعمال، خفيفه كثير، بكبسه وحده تشتغل هيدي. بهالسرعه هيدي شالت هالكميه كلها الموجوده على الارض، بكبسه تنطفي. وهذا الشارجير معها بنحطها بالكهرباء، بتضوي احمر وهي عم بتشرج، لما تنتلي لما تصير مشحونه بطاريه على الاخر بتضوي اخضر حتى نوقف تشريجها.
وهلا بننتقل لمكنسه ثانيه، طريقه جديده بالتكنيس. نحن اليوم ما عدنا بحاجه لكيس ولا عدنا بحاجه لاي طريقه، كل المنكنسو بيروح على الخزان هذا، سهل التفريغ بطريقه هوينه كثير. فينا نكبس من هون وبينزل كل شيء على الارض، بننظفه وفينا نغسله تحت المي ونرجعه محله. هذا هو مكنسه بقوه 1600 واط، فيها فرشايه بالكعب حتى تخبط السجاد وتنظف بطريقه مضبوطه، ما بتخلي ولا شيء وراها، هوينه كثير للاستعمال. كبسه ومندورها وهذا مشاهدينا رح ننتقل هلا من ماستر شيف لاغرافيولا. لاغرافيولا هي هالفواكه الاستوائيه، هالفواكه الاستوائيه هي الحل لكل امراضنا، لقله مناعه جسمنا، وكمان تقدروا تستفيدوا منها تتشيل كل شيء فيروس بقلب جسمكم. جرافيولا هي هيدا المرتبان اللي ما في منه وين ما كان ابدا، كثير صعب تتلاقوه، لكن اذا بتكتبوا جرافيولا معروف عالميا، بتعرفوا قد في شهادات حيه شافتها جرافيولا من امراض مميته. هالمرتبان اللي هو لازم تاخذوا منه ملعقه صغيره الصبح بيغنيكم عن ترويقه بكاملها، ونحن بنعرف قد ايه الترويقه مهمه تنقدر نبلش نهارنا، تيقدر الميتابوليزم تبع جسمنا يبلش يحرق. تخيلوا انه بملعقه صغيره عم تاخذوا كل شيء مناعه، عم تاخذوا كل شيء انرجي، عم تاخذوا كل شيء فيتامينز معقول تقدروا تاخذوه، وبذات الوقت عم بيعمل ديتوكس لجسمكم ويقيم كل شيء سموم، وبتحسوا حالكم انكم عم تضعفوا لانه في انتي اوكسيدان بقلبه. هيدا جرافيولا فيكم كمان تستفيدوا منه انكم تاخدوه كمان بالليل بدل العشاء، وبذات الوقت بكون عم بيعطيكم كل الغذاء اللي انتو بدكن اياه. الولاد صغار كمان فيهم ياخدوه لانه هو طبيعي 100%، ما في اي مواد حافظة واي مواد صناعية. اذا ما تقبلوا الطعم تبعه فيكم تخلطوا لهم ياهن مع الحليب وبتختفي الطعم نهائيا، وطعمته هو كتير بتشبه فواكه القشطة. كل حدا لازم يكون عنده جرافيولا بالبيت وشوفوا الفرق من بعدها. انا هلا من جرافيولا رح ارجع لكم انه رح نتوقف لفيديو صغير وبرجع معكم، وهو فيديو اي بي سلم واي بي كير. سلم هالمنتج الطبيعي 100% يلي هو متمم غذائي ما فيه اي اضافات كيميائيه، ويلي بيساعدكم خاصه بموسم الاعياد يلي فيه اكل كثير وقطايب كثير انكم تنحفوا بطريقه كثير صحيه. اي بي سلم هو عباره عن هالعلبه من الكبسولات يلي بتساعدكم تنحفوا، بتقدروا تاخذوا حبه صباحا نص ساعة قبل الوجبة الأساسية، وإذا بدكم تنحفوا بشكل أسرع فيكم تاخدوا كمان حبة مساء نص ساعة قبل الوجبة الأساسية. هو عبارة عن الأعشاب الطبيعية 100% مثل الجينسينج، الأكاسيا، الزنجبيل وغيرها من الأعشاب يلي بتفيد الصحة، وبذات الوقت بيساعدكم أنكم تتحكموا بشهيتكم، بنظم الشهية بشكل أنكم بتبطلوا تاكلوا بشراهة، وبيصير فيكم تنحفوا بشكل كتير مميز. ومع علبة الكبسولات هيدي يلي هن 30 كبسولة بيضينوكم لمدة شهر كامل، بتقدروا تستخدموا ساشيات الشاي من اي بي سلم. الساشيات يلي بتعدل معدل الكوليسترول بالجسم، بتساعدكم انكم تحافظوا على صحة افضل، بتخفف من الشحوم والدهون وبتكسرها وبتقضي عليها مع الوقت، وبذات الوقت بتشيل النفخة عن البطن وبتساعدكم تاخدوا الشيب يلي انتو بحاجة لإله. اذا هيدا هي بالنسبة للحبوب والساشيات الشاي من اي بي سلم. ساشيات الشاي ما فيهم كافيين، بيساعدوكم انكم تناموا مرتاحين ليلا، وكتير طعمتهم طيبة، بتساعدكم اكيد انكم تكونوا عم تنحفوا انتو مرتاحين. ما اذا بدكم تكفوا بمسار التنحيف في عنا الكريم انتي سيلوليت اي بي سلم واي بي كير بقدموا لكم اياه. هالكريم يلي بتحطوه مطرح ما فيه ترهلات ومطرح ما فيه سيلوليت بجسمكم، وخاصة اذا كنتم من الاشخاص يلي بيحبوا يعملوا سبور، من بعد ما تاخدوا الدوش وتحطوا هالكريم رح تلاحظوا الفرق 100%. والاسعار عم بتشوفوها قدامكم على الشاشة. مشاهدينا من اي بي سلم واي بي كير رح ننتقل هلا تنحكي عن الارجن اويل. ارجن اويل هو هالزيت البيور صافي 100% موجود بكل الماسكات، بالشامبوانات، بكريمات كمان للوجه، بس ما بنعرف كيف وقتها يكون بيور 100%. حتى بميك اباتنا في ارجن اويل بدون ما تعرفوا. تحكيكم عن هالزيت الصافي اللي بنستخلصه من بذر الارقام من المغرب. هالقنينه اللي حقها $59 فقط
فيكن تستفيدوا منها لشعركن لبشرة وشكن ولا ضفيركن كمان. على الشعر بتحطوه من الجذور للأطراف وبتبلشوا تحسوا انه الشعر عم بيعبى، عم بيصير اسمك، عم ببطل في تقصيفه، ما عم بزيت لانه مزبوط وزيت، ولكن هو زيت ناشف وبيسحب كل شيء سموم من شعركم. للبشره كثير مهم لانه بجدد الخلايا، ما بخلي ولا جرح يعلم ولا حرق يعلم، للحبوب كمان بيروحوا، ولا الضفير كثير مهم للتشققات. رح انتقل من الارجن اويل لافيا جوينت، وهو دواء، لكن دواء منه مسكن لوجع المفاصل، ولكن هو تريتمنت بحل لكم وجع المفاصل وبيرجع بجدد بناء الغضروف من اول وجديد. فيا جوينت بتاخده حبه بعد الترويق او حبه بعد العشاء، حبتين بالنهار، حق العلبه 60,000 ليرة، معترف فيها بوزاره الصحه، وصفه حكيم، ومين مما سالته عن فيا جوينت في يقدر كمان يفيدكم فيها، بجدد لكم الغضروف وبقيم وجع المفاصل. حتى للولاد صغار فيكم تاخدوه يعني من عمر 18 سنة بريفنسيون، خصوصا للناس اللي بيعملوا سبار كتير قاسة يستفيدوا منه قبل ما يوجع. رح ننتقل هلأ من فيا جوينت لفيديو ألسي موترز، وعم تقلي المخرجة مشوار مع أحلى سيارات. مع ألسي موتورز راح استضيف مع اليوم راين عطلة. صباح الخير راين، واهلا وسهلا فيك عنا باستوديو لابوتيك. اكيد راين عطول مثل ما معودنا على السوربريزات، على احلى السيارات تفرجينا اياهم وتخبرنا عن سبيسيفيكيشنز تبعهم وعن احلى الاوفرات من ألسي موتورز. اليوم راح نحكي عن الدي اف ام والزي 100. اكيد بالضبط. بشو بتحب نبلش؟ و يعني اول شيء في عندنا دي اف ام، احنا دغري واقفين حدا هيدي السياره. اول شيء هي ميد سايز سيدان، ولا السيدان الصغيره ولا السيدان الكبيره كبيره، هي السيدان الوسطانيه. الحلو فيها لجميع، يعني بتلبي جميع الاحتياجات، فيها تكون سياره بيت، سياره عائله، فيها تكون بذات الوقت سياره تاكسي، وحتى بالرنت كار موجوده. اوكي. الحلو بدي اف ام الاي 30 اول شيء انه جاي فول سبيسيفيكيشنز، وال سي موتورز هلا بمناسبه الاعياد محضره اوفر سبيسيال على هيدي السياره. اليوم بتاخذوا الاي 30 بكل المواصفات تبعها ابتداء من 12,400، والتسجيل والتفاقة كادو من ألسي موتورز. هلا في كتير عالم استفادت لتاريخ اليوم من هذا الأوفر، واللي بعد ما استفاد انا بدي ينزل يتفرج على السيارة، يطلب تست درايف، والباقي هي. هلا الحلو تست درايف بصير دغري كمان، ما بتعذبوا انهم ينطروا. ايه ما بدها ولا موعد ولا غيرها، دغري اون ذا سبوت. هلا الحلو بدي افهم الاي 30 اول شيء انه فولي لودد، شو معقول تعوزه يكون موجود بسيارة موجود بهالسيارة. اول شيء الانجن 1.6 4 سلندر 16 في، الأضوية LED lights، الهيد لايتس قدام، تفوت على قلب السيارة، عندك أربع شبيك كهرباء في المركزة، ديركسيون زيت وأي سي، 7 إنش تاتش سكرين مع بلوتوث ورير كام، 4 إيرباكس، أربع جنوطة ألمنيوم فتحة، وسنسر أريال. هاي دول كلهم بالأف من هلا ل 31/12 عم تاخذون ب 12,400 تسجيل واتفاقة على ألسي موتورز الفيتاس، ب 14,400 تسجيل واتفاقة على ألسي موتورز بتكون سيارة أوتوماتيك. يمكن احلى اوفر معقول يتوفر من هلا لما بعرف كم سنه. مزبوط، يعني بالفعل الاوفر على مده قصيره معمول، يعني يلي بده سياره، يلي عنده نتفت مثلا البادجت تبعه منه كتير عالي، هيدا السياره بهيدا السعر تبعها يعني بكون عم تاخذي فاليو اكثر من السعر بكتير. اكيد هيدا الحلو هلا بالاوفر هلا لاخر السنه. اوكي، الوان لدي اف ام؟ الدي اف ام الاي 30 موجوده ابيض، سيلفر، بوردو، واسود. أوكي. والمكفوله 5 سنين او 100,000. اوكي. ومثل ما ألسي موتورز عودت الكل بالفاينانسينج بارت، كل شيء افيلبل، قادرين نقسط السياره على مده 5 سنين عن طريق البنك، واللي معه لحدود نص حق السياره قادرين نعمل الباقي على مده قصيره ان هاوس فاينانسينج ديركت بين ألسي موتورز وبين الزبون. وفي امكانيه اذا الشخص اكيد عنده الامكانيات تنعمل بلا ولا ليره فايده. لكن من الدي اف ام هلا رح ننتقل على زوتي زي 100. مزبوط، هزاتي زي 100 بقولوا يعني بطل في شيء نحكي عنها، صارت كل العالم تعرفها، كل العالم تعرف كل شيء عنها، مجربة، مين ما تسأله بقول لك بعرف حدا عنده اياها او هو عنده اياها. او واهم شيء بتعرفي يعني يلي بشجعك تقوي قلبك مثل ما بقولوا، وتعطي اوفرز وتكثري السيارات بالسوق، كل شيء هو الفيدباك من الكلاينتس. والفيدباكس على زوتي زي 100 كله بوزيتيف. اول شيء سيارة عندها موتور وفيتاس ياباني مكفولة 3 سنين او 100,000، تعمل 350 كيلومتر بالتنكة، مع انه سيارة صغيرة، هي بس صغيرة بالسعر، حقها 7777، بالباقي كبيرة بكل شيء. أول شيء الكاروسري تبعها من أفضل كاروسريات السوق، الجروس ويت تبعها 1274 كيلو، سبيسيفيكيشن وايز يوجولي هيدي القم اليوم بالسوق اللبناني بتجي ما فيها كتير زوايد، يعني ستاندرد. مع ألسي موتورز ومع زوتي زي 100 جاية
فولي لودد يعني ابي اس اي بي دي اربع كهرباء في المركز ديركسيون زيت تو اير باجز اربع جنوط الومنيوم وسنسر اريا ومثل ما ذكرنا هون من عندك سندي ومن اللابوتيك انه زي 100 صارت افيلبل اوتوماتيك كمان مشاهدينا من بعد عالم السيارات رح نرجع هلا وباخر حلقتنا وبختامها مع عالم الجمال مع لوميناس ليميناس البرودكتس كله ناتشورال 100% ما في ابدا قصص كيميكلز ما في ابدا قصص باذى البشره وطبعا رح تحكينا عنه مدام الهام صباح الخير صباح النور سندي كيفك الحمد لله كيف كان الويكند حلو كثير مع لوميناس اكيد بالويك اند حطينا كثير مرطب ضروري كان طقس كثير مسقع وجاف وكان في الهواء الشمالي هيدا اللي بدي اقول عنه بهيدا الطقس ضروري نحط الايدراتانت بشكل كثير اكثر من العاده مش مره الصبح وحطيناه وخلص لا بنحطه مرتين او ثلاثه لانه ما بيكفي خاصه اللي شغلهم برا او عم بيمشوا او ما بدهم يحطوا الاكران بدهم يحطوا بس المرطب ضروري ينحط مرتين او ثلاثه بالنهار طيب عندي سؤال لحطت ميك اب ديورينج ذا داي وما في شيله في يستغنى من الادراتان انه يرجع يزيد اكران أي يعني أكيد. مثلا اذا انا بستعمل اكران لوميناس الثانتين بحطه الصبح مهم ارجع حطه على الظهر بتحطي الاكران ثاني مره وثالث مره هيك مثل ما بالصيف بنجدد الاكران من الشمس بالشتي كمان بنجدد الاكران من الطقس من الهواء من الجفاف من البروده يعني القويه نستفيد منه غير الادراتان اذا الدفايه في شغله مهمه نحن هلا عم ندور دفايات كثير بالبيوت شفاجات هالحراره كثير بتسحب رطوبه من الوجه وبده الوجه اكران وبده مرطب زياده اذا جافي وما عم نشرب بنلاحظ حالنا بالشتي ما بنشرب كثير لهالسبب ناخذ الادراتانت ونحط فوق الاكران مرتين او ثلاثه بالنهار أوكي. جبنا التونر اليوم لحتى نفرجي هيدا التونر اللي لونه الفيولي هيدا باس بارتو لكل انواع البشره هيدا بدي اعمل في ديمونستريشن سريعه كيف بننظف لو الوجه نظيف ما عندنا اي ميك اب على وجهنا ما عندنا شيء بدنا ننظف anyway قبل ما نحط الكريم حتى تحت العين ما تعتلوا هم مرقوا لحتى يصير امتصاص اقوى للوجه السيروم يلي غني بالكوكونات وزيت بذر العنب وهالزيوت الكثير المنوعه كذا زيت من الكوكونات اويل الموند اويل فيتامين اي اويل جريب سيد اويل فيربينا اويل ويت جيرم اويل افوكادو اويل ليمون اويل كيوي اويل كيوكمبر اويل لافندر اويل وروزماري اويل يعني تخيلوا كم اويل في بقلب هيدا السيروم وقد ايه عم تقدر تستفيدوا قد ايه ريحته حلوه بهالشكل كثير ريحته منعشه ناعمه والكوكونات اذا قشعوه عم بجمد بشوفوه لانه الكوكونات بجمد شوي بالسقعه يخضوه شوي بيمشي الحال بدي اقول عن حول العين كثير مهم اضعف منطقه بوجهنا هي المنطقه هون نركز الكبس بهالشكل من هون ومن هون على الزوايا ونعمل هالمساج هيدا بدقيقه نحن عم ندهن اي كريم هالتكنيك تتعود عليها الست تدهن كريماتها هيك بهالشكل بنكون عملنا المساج من هون سيركلر موشن بنقول لانه نحن التجاعيد بتكون بالعرض بهالطريقه نحط هالسيروم يبقوا يمسحوا كمان الايدين بقول لهم انا ما يغسلوا ايديهم في ناس من بعد ما تدهن الكريم بتروح بتغسل ايديها من الكريم لا حرام ابدا الايد بتجعد مثل الوجه وبتتعب وبتعمل تاش برون والكريمات اللي عندهم انتي تاش مش احكي عنها يحطوا على هالبارتي بالايد لانه فوق الكرنب بصير عندنا تندانس نعمل مع التقدم بالعمر بصير في تاشات بنحطه الكافيار كافيار بدي اسالك سؤال عن الكافيار انا بعرف قد ايه الكافيار قوي وقد ايه عم بدقوا تيرجعوا يتشكروك على الكافيار وعلى البرودكت الحلو او بنعرف انه نحن عندنا تريتمنت للسعر مثلا للسواد تحت العين بدي اعرف هل الكافيار كمان بيغنينا عن هيدا الكريم يعني ببيض تحت العين او الانجريدينتس الموجوده بالكافيار تختلف كليا عن الانجريدينتس الموجوده بالكريم الابيض اللي تعودتوا عليه الانتيسان اوكي هيدا بيشتغل بطريقه وهيداك بطريقه تحكي شوي عن الانجريدينتس اللي بقلبه صحيح انا عم بدهان ومن في كافيار بقلبه اكيد هوني في فيتامينز اي بي 2 بي 3 بي 5 بي 6 بي 9 ريتش ناتشرال اليمنتس مثل المغنيسيوم كالسيوم ايرون فوسفور في حتى فيتامين اي في كمان مالتيبل اروماتيك هيربز اند اويلز يعني في واكثر 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 اذا بقعد بحكي عنه يمكن ما بيخلصوا قد ايه في قصص ناتورال اورجانيك مغذي بالدرجه الاولى من اهم ما ممكن تحط الست على وجهها هيدا هالكريم ومن بعد ما يكون له دقائق معدوده على الوجه بتبلش تحس الست بتنجلينج بشيء كانه عم بيمشي على وجهها بالفعل بتحس فيه كيف عم بيشتغل هيدا الكريم بيعطي هالاكلا وهالنضاره بالنسبه لسواد تحت العين سالتي عنه سندي اكيد
بشيء سويت تحت العين، لانه نحن حاطين بالورقه البنفيتس اوف كافيار وبنفيتس اوف هاني، هن لهم خصائص مغذيه قويه بنشطوا هالدوره الدمويه حول العين. هيدا سبب اولي انه تخلي هالكريم عم بنشط ويساعد التايرنس، هالتعب هالجفاف هالارهاق حول العين. كثير بغذي لكل مناطق الوجه، خاصه يحطوه تحت العين مع الانتيسان الابيض اللي عندهم اياه، بفيد مع أكثر بعضه وأكثر. اكثر واكثر بصيروا يشتغلوا مع بعض، خصوصا انه لازم نسمك الانتيسان بالليل. اكيد. وبدي اقول شغله مهمه، يلي عندهم اسود زياده عن اللزوم، اول ما ببلشوا بالكافيار يحطوه سميك تحت العين بهالشكل كانه ماسك، يعني تفرجي هالكميه تنحط بهالشكل، كثير فعال. هي بعد ما ذكرناها هالطريقه، فوالا كانه ماسك، يبقى سميك كل الليل، بتقوم فعلا ما بتصدق، بس مش دائما، مره او مرتين بالنهار. اوكي، ثانك يو كثير لك مدام الهام. وان شاء الله اكيد ضلك عم تعطينا هالتبس الحلوين، ان شاء الله ضلك عم تعطينا هالبرودكتس الاحلى واحلى. عن جد اللي بعد ما جرب بميناس مثل ما بيقولوا بيجهلوا مزبوط، لانه ما بتتخيلوا قد بيعطي فعاليه بالتكه ذاتها، وبتتغير بشرتكم وبتصيروا انتم تلاقوا حالكم حلوين ببرودكتس هالقد ناتورال وهالقد ريحتهم حلوه. انا بدي اتشكر وجودك معنا مدام الهام، وطبعا اكيد رح نرجع نستقبلك معنا بالحلقات القادمه. انا بدي اقول لكم هاف ا نايس داي، انتبهوا كثير على الطرقات لانه الطقس عاطل، عجقه سير كثير، تغطوا منيح، تلفلفوا منيح تما تسخنوا كمان من الجريب. بنشوفكم بالحلقة القادمة. باي باي.